أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بكأس العالم قطر 2022. المنتخب التونسي أجرى اليوم ثاني حصة تدريبية في ملعب العقلة بمدينة لوسيل استعدادا لمواجهة نظيره الفرنسي في مقابلة الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. الحصة التدريبية متاع اليوم دارت بمشاركة جميع الملاعبية. من جهة أخرى، المدرب جلال القادري يعتزم القيام بجملة من التغييرات في التشكيلة الأساسية مقارنة بالمقابلة بلات الفارتة، على غرار إشراك وجدي كشريدة كأساسي وعلي معلول مع إمكانية مشارك سيف الدين الجزيري أو وهبي الخزري. نواصل مع فرضية الترشح في المجموعة الرابعة. بالنسبة لمنتخبنا التونسي يحتل المركز الرابع بنقطة وحيدة وأمامه زوز احتمالات للترشح، وهما الانتصار على فرنسا مقابل تعادل أستراليا مع الدنمارك، وإلا في صورة فوز الدنمارك على أستراليا فإنه منتخبنا مطالب بالانتصار على فرنسا فارق أكثر من الأهداف. منتخب أستراليا يحتل المركز الثاني. وبالنسبة لفرضية الترشح فإنه يحتاج الانتصار على الدنمارك للتأهل مهما كانت نتيجة مباراة تونس وفرنسا، وفي صورة تعادل أسترالي أمام الدنمارك فإنها تتأهل في صورة هزيمة منتخبنا وإلا تعادل أمام فرنسا، في حين فرضية تأهل منتخب الدنمارك سحب المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة اللي يحتاج للانتصار على أستراليا من أجل التأهل بشرط هزيمة منتخبنا التونسي وإلا تعادل أمام فرنسا. نكمل مع مونديال قطر. وبالنسبة لمقابلة اليوم في استاد الجنوب ولحساب المجموعة السابعة، ممثل كرة القدم الإفريقية المنتخب الكامروني تعادل أمام صربيا 3-3 في مباراة مشوقة، وسجل أهداف الأسود كل من كاستيليتو في دقيقة 28، فانسون أبو بكير ضعف نتيجة في دقيقة 64، وتشوبو موتينغ اختتم مهرجان الأهداف في دقيقة 66، في حين ثلاثية صربيا حمل التوقيع كل من بافلوفيتش في دقيقة 45، سافيتش في دقيقة 46، وميتروفيتش اختتم مهرجان الأهداف في دقيقة 53. تعادل يخلي زوز منتخبات هذم في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة لكل منتخب. بحساب نفس المجموعة وفي استاد 9-7-4، منتخب البرازيل ضمن ترشحه للدور الثمن النهائي بعد انتصاره اليوم على سويسرا بنتيجة هدف مقابل صفر. هدف منتخب السيلساو سجله كاسيميرو في دقيقة 83 في مباراة كان فيها منتخب البرازيل منقوص من خدمات نجمه نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها في المباراة الفارتة ضد المنتخب الصربي. نكمل مع مقابلة اليوم وفي استاد المدينة التعليمية ولحساب المجموعة الثامنة، ممثل كرة القدم الإفريقية المنتخب الغاني حقق انتصار مهم على منتخب كوريا الجنوبية في مقابلة وفات نتيجتها 3-2 لصالح منتخب البلاك ستارج، وسجل أهدافه كل من محمد ساليسو في دقيقة 24، ثنائية محمد قدوس في دقيقة 34 ودقيقة 68، واللي تم اختياره بالمناسبة كأفضل لاعب في المباراة، انتصار يرتقي به المنتخب الغاني للمرتبة الثانية برصيد 3 نقاط. آخر مباراة دارت اليوم وانتهت منذ قليل في استاد لوسيل ولحساب المجموعة الثامنة، المنتخب البرتغالي يضمن رسميا ترشحه للدور الثمن النهائي بعد انتصاره على منتخب الأوروغواي 2-0. انتصار يعزز به زملاء رونالدو صدارة المجموعة هذه برصيد 6 نقاط، في حين منتخب الأوروغواي يبقى في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد نقطة واحدة. إفريقيا، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 ديسمبر كموعد لسحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، واللي باش تنطلق بداية من نصف نهار بتوقيت تونس بالعاصمة المصرية القاهرة. نذكر أنه كرة القدم التونسية باش تكون ممثلة بالترجي في مسابقة تشامبيونز ليغ الإفريقية، واللي باش يكون في المستوى الأول في القرعة هذية، في حين الاتحاد المنستيري باش يكون متواجد في المستوى الثاني في القرعة الخاصة بمسابقة كأس الكاف. محليا، الشبيبة القيروانية باش تنطلق في تحضيراتها في ملعب حمد العوين استعدادا لمواجهة النجم الراتسي في مقابلة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تدور نهار السبت ماضي ساعتين في الملعب البلدي برادس. نذكر انه جي اس كا تحتل حاليا صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.
نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة السلة. غدوة تتلعب مقابلات الجولة 14 من بطولة المحترفين. كل المقابلات تنطلق الستة متاع العشية في قاعة عزيز ميلاد. مباراة الجي اس كا مع الاتحاد المنستيري. مباراة القمة باش تجمع بين النجم الساحلي والزهرة الرياضية. الشبيبة المنازة تستضيف النجم الراسي. اتحاد الانصار يواجه النادي الافريقي. والدالية الرياضية بقرنبيل يتواجه الملعب النبلي. في كرة اليد نهار الخميس الدور الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة النخبة. كل المقابلات الأربعة متاع العشية. قمة الجولة في الجورجاني بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي. نادي ساقيت الزيت يستضيف ترجي جمعية الحمامات. تواجه نادي قصور السيف. نادي كرة اليد بجمال يستضيف نصرة بولبا. سبورتينغ المكنين يواجه بعث بن خيار. ونادي قصر هلال في مواجهة مكارم المهدية. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساعد الرياضة في الحفاظ على صحة القلب ونشاط الدورة الدموية بالإضافة لتعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بعديد الأمراض. هذا كل ما عنا في لايف سبور. أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور.